أهلا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. مكاسب جديدة للجيش اليمني في جبهة صعدة ومقتل 30 حوثيا. داعش يتبنى الهجوم على الأكاديمية العسكرية في كابول الذي وقع فجر اليوم. كوريا الشمالية تبني منتجعا في موقع لاختبار الصواريخ الباليستية. النفط يتماسك بفعل قوة الطلب واستمرار تخفيضات الإنتاج بقيادة أوبك. زيادة في عدد المواليد بعيوب خلقية في أمريكا بسبب فيروس زيكا. باحثون يقولون إن شرب 3 فناجين يومياً من القهوة يحمي شبكية العين. باحثون في لندن يقولون إنهم استطاعوا تعديل فيروس إنفلونزا وراثياً ليقضي على ورم البنكرياس السرطاني. ظواهر فلكية نادرة تجتمع يوم الأربعاء تعود لأول مرة بعد 152 عاماً.